مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غندير لكم واحد الوصفة بالنسبة للبنات اللي وجههم ضعيف وبغاو يزيدوا فيه واحد شوية. غتحتاجوا الزبيب يكون في هاد لا كولور، ما تشريوش الابيض، تشريو هاد الماغون. خاصكم ترقدوه في الماء ليلة كاملة حتى كيتنفخ كيولي عليه هاد الشكل. من بعد غتحتاجوا الملعقة ديال مايزين. اول حاجه غنحتاجو نديروها هي غنطحنو هاد السبيب ديالنا في مولينكس. كيف ما كتشوفوا ضعناه في الطحان الكهربائي او الخلاط الكهربائي. كيف ما كتشوفوا الخليط ولا على هاد الشكل، ولا شويه متجانس، وغنوضعوه في هنايا في الزجاجه في القرع. بالنسبه لهاد الكميه واخا كثيره، يعني احنا دابا غنوريكم المقدار اللي غتحتاجوا منها، ولكن واخا كثيره تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه حيت كتبقى لمده 15 يوم. بالنسبه للمقدار اللي غنحتاجوا ملعقه ديال المايزينا، غنديروها هي الاولى، ومن بعد غنضيفوا جوج ديال المعالق من الخليط اللي درنا. ومن بعد غنحركوا الخليط ديالنا باش نقدروا نحصلوا على بحال الشكل ديال الكريم. بالنسبه للطريقه ديال التطبيق تاعو على الوجه، كنطبقوا على الوجه بحركه دائريه، وما كنحاولوا ما نديروش النيف ديالنا، كنديروا تحت العينين الا كانوا عندنا لي سيرن غارقين شويه، وكنخليوه لمده 20 دقيقه. هاد الخليط هذا تقدروا ديروه كل نهار، يعني ما عندوش اضرار جانبيه على الوجه، وسميتو تقدروا تحتفظوا بيه في الثلاجه كيف ما قلت لكم، والنتيجه كتبان من بعد اسبوعين. بالنسبه للناس اللي عجبتهم الوصفه، ما تنساوش تدعموني بالاشتراك ديالكم في قناتي الجديده، حيت انا ديجا عندي قناه اخرى ودابا كندير هاد لاشين، وكنتمنى تدعموني. والى وصفه اخرى ان شاء الله.